ايه رأيك في قرار التربية والتعليم في موضوع امتحان الفيزياء؟ والله حضرتك، هو الامتحان كان صعب، والعيال عصرت دماغها في الأسئلة اللي عرفوها. بالنسبة للأسئلة اللي ما عرفوهاش، العيال مش هيضغطوا على نفسهم. الامتحان أصلا جاي يعني في مستوى أينشتاين نفسه يعني، إنما كطلبة اللي موجودين دلوقتي ما عرفوش يحلوا حاجة، اللي عرفوه حلوه. بالنسبة لقرار بقى الوزارة إن هم ادوا الدرجة دي أو قالوا الدرجات دي اللي هيدوها للطلبة، طب ما في طلبة تانية مثلا حلوا الأسئلة دي، كان ممكن بدل كده الدرجات دي يعلموا الورقة بتاعت الولاد، وبعد ما يخلصوا ويدوا لهم الدرجة يدوا الدرجات دي، على أساس إن ما يبقاش في حد شايل المادة دي، أو بمعنى أصح إحنا مش عاوزين العيال يشيلوا المادة، إنه كلهم يخرجوا وما حدش شايل المادة، اللي حل بقى واللي ما حلش الدرجات دي تبقى في مصلحة الطالب. فالقرار يعني نوعا ما كويس. وبعدين حاجة تانية، إحنا في الامتحانات اللي جاية إن شاء الله مش عاوزين إن يحصل الدروب ده، إن أولياء الأمور والطلبة ونفسيتهم ويراعوا إن يبقى في مثلا الوقت الكافي للطالب إن هو يعرف يحل. العيال كان ممكن يحل، بس كان ممكن تدالهم وقت تاني، انما الوقت الاخر لحظة مع المراقبين بيوتروا الولاد، يلا فاضل كذا، طب ما بدل ما تقولوا كده ادوا وقت تاني للعيل يعرف يدي ويحل، بدل ما يحصل القلق والناس تشتكي والطلبة نفسيتها تتعب للمواد التانية. لا، ياريت بقى يراعوا كمان في الكيمياء والجيولوجيا والاحياء، ان الامتحانات ما تبقاش كده، ان العيل داخل عارف ان هو هيحل الوقت على قد الامتحان. وياريت المدرسين او الدكاترة اللي بيحطوا الامتحانات دي يراعوا الطلبة، ان سنة كاملة عمالين مذاكرة واولياء الامور ومطحونين، ويخشوا الامتحان يلاقوا الدنيا مش هي اللي هم كانوا شغالين فيها. فيعني بالنسبة للفيزياء يعني خطوة كويسة، يعني دي خطوة كويسة الحمد لله، ونحمد ربنا عليه. ربنا يوفق الجميع يا رب يا رب، وينجحهم كلهم ويكبر بخاطرهم النهارده بقى في الانجليزي ان شاء الله. يا رب يا رب. شكرا. وانت ايه راي حضرتك يا ماما في موضوع اللي وزاره التربيه والتعليم مشكوره وكتر خيرها ان هي سمعت اصوات الامهات اللي هي تعبت مع اولادها، والثلاث سنين اللي احنا تعبنا فيهم بالذات الثانويه العامه، واحنا متشكرين منهم جدا جدا، وكتر خيرهم ان هم وقفوا معانا. وطبعا القرار اللي هم عملوه ده حاجه كويسه جدا وجميله، بس كنا نحب يعني يدوا درجات على اللي هو بتاع المقالي ده، السؤال المقالي، عشان ده كان بس احنا مبسوطين والحمد لله وكده تمام. ربنا يكرمهم ويبارك لهم، ومتشكرين منهم جدا لان دي حاجه كويسه رفعت معنوياتهم، وجايين امتحان الانجليزي حلوين. لكن لو ما كانش طبعا حد سمع ندائنا الامهات والطلبه كانت هتبقى نفسيتهم وحشه قوي، بس احنا ان شاء الله ان شاء الله يبقى بالنجاح والتوفيق، ودعانا معاهم. ووقفه طبعا وزير التربيه والتعليم كانوا متشكرين منه جدا على 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 الوقفه بتاعت الفيزياء دي. بصراحه النفسيه كانت متقوش قوي في امتحان الانجليزي، الحمد لله جايين متفائلين ومتوكلين على ربنا، وان شاء الله ربنا هيكرمهم، متشكرين جدا جدا جدا. ويا رب تبقى ان شاء الله سنه جميله على الطلاب كلها وعلينا، وتبقى ايام كويسه على مصر كلها باذن الله. متشكرين جدا، الف شكر لوزير التربيه والتعليم وللحكومه بصراحه. شكرا.